بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. اهلا 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 اهلا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من برنامجنا بصراحة، زي ما هو معتاد كل يوم حد من الساعة 3 لحد الساعة 5 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، اللي بيتكلم مذيع اسمه يوسف الحسيني. بكرة هيبقى عيد العمال، أو بالتعبير الرائج في فترة من الفترات يمكن كانت في النصف الأول من القرن العشرين أصحاب الياقات الزرقاء، أو بالتعبير الذي لم يعد رائجا الآن الناس اللي بتلبس الأفرولات، الناس اللي ماسكة التروس في إيديها، من الآخر الناس اللي بتأكل وبتشرب المجتمع بعيدا عن الحركة الفلاحية والزراع في العالم. لكن أتمنى في يوم من الأيام، أتمنى كده يمكن على عيد العمال بتاع سنة 2018، إن احنا نقدر نبص ببصة كده نظرة غير برجوازية على الإطلاق، غير طبقية على الإطلاق، غير فوقية على الإطلاق، على إنه العامل زيه زيك وممكن يكون أحسن كتير بإنتاجه، ودي حاجة مهمة جدا. كل سنة وكل العمال في العالم دائما متحدين بالتعبير اليساري، ودائما بخير وطيبين بالتعبير الإنساني والإحساس بالمعروف وبالإجلال ناحية العمال في العالم كله. خلونا نرحب بضيفتنا الرائعة العزيزة دايما حبيبتي جدا جدا جدا، أستاذة فريدة الشباشي، نورتينا. تسلم. ازاي الحال؟ أنا متنورة بيكم، وطبعا بتمنى ان نبقى عند حسن ظن المستمعين. وعايز اقول لك ان انا ابوي عامل. كان عامل ايه؟ كان عامل افتكر ميكانيكا حاجة كده يعني. يعني انا بنت عمال. شوف بقى نحكي الحدوته دي. لا ده انا قلتها قبل كده بس انت كنت صغير. كنت انا صغير وقتها. لا انا دايما بعتز بانتمائي لابويا العامل، وحتى ساعات بقول لو انا كنت بنت واحد اقطاعي او واحد متيسر قوي، واحد يعني عنده اموال وحاجات كده وبتاع، ووداني مدرسه فرنساوي وطلعني محاميه، وده يعني مش هيكلفه حاجه، يعني مش هيكون عمل تضحية يعني. لكن لما يبقى أبويا دخله على قده، وإحنا كنا طبعا وقتها ما كانش لسه في تنظيم أسرة ولا بتاع، كنا بنكتر كل سنة أو وصعيدة. سنتين صعيدة. فعايز أقولك أنه أنا فخورة أن أبويا ده عمل كل جهده هو وأمي عشان أكمل دراستي في المدرسة الفرنساوي اللي كنت فيها، اللي هي نفعتني بعد كده في باريس. يعني نفعني ده في حياتي، لان زي ما قلت لك قبل كده بس ما تكونش نسيت، انا بديت اشتغل وانا عندي 9 سنين ادي دروس للي اصغر مني. كل ده من يعني انا بقول تعلم لغه زي ما تكون بتتعلم صنعه بالظبط. يعني بيبقى في ايدك سلاح. فاحنا النهارده اليوم يوم الاستاذه فريده الشباشي لو صح التعبير. طيب هبدا اتكلم على الاسبوع اللي خلص امبارح. الأسبوع اللي خلص امبارح ده كان فيه حدث شديد الأهمية. بالنسبة لناس كتير جدا فاهمين قيمة الحدث، وبالنسبة لناس كتير جدا ما كانوش متخيلين إنه هذه الزيارة بهذه القيمة وبهذه الأهمية، ولمسوها يوم الجمعة ويوم السبت، زيارة الأب فرانسيس بابا الفاتيكان إلى القاهرة. كنا لسه بنتكلم قبل ما ندخل على إنه توقيت الزيارة، يعني كنت بقول لحضرتك كنت أتمنى إنه يجي من سنة من سنتين، كان بقالي من سنتين وشوية عمال بقول علنا يا جماعة نقدم دعوة للبابا فرانسيس يجي. قلتيلي اليومين دول هما اليومين الصح. صح. ليه؟ ليه؟ لأنه أنت قبل سنتين كان عندك لسه الحركة الإرهابية وجماعات الإسلام السياسي اللي هم أكتر حد شوه الإسلام وصورته في العالم، كانوا نشطين جدا ومسعورين وعندهم أمل مرسي راجع، ما احنا عارفين ده كل ده، كانوا بيعملوا كل ده زي على طريقة الشاطر لما قال لك يا نحكمكم يا نقتلكم حاجة كده يعني. فده كان لا قدر الله لو كان جم يعني جيل بابا قبل سيطرة الدولة، السيطرة الرائعة اللي شفناها وشهد بها العالم أجمع، أظن ما حدش قدر يتكلم دلوقتي تأمين 100% مش كده؟ طيب لو كان لا قدر الله قداسة البابا جه مثلا من سنتين وكانوا هم لسه عندهم بقايا يعني شر يعني مستطير زي ما هم كده، وكانوا أساءوا للبابا ده، كان هيبقى وضعينا ايه؟ كانت تبقى زيارة كارثة. بالظبط. البابا جه في الوقت اللي الدولة فعلا مسيطرة فيه على كل حاجة، ومحدش يقول لي انهم اتبرعوا،
لأنه السعرة اللي تسعروها على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى المواقع والحاجات دي، وشتيمة في البابا وشتيمة مقرفة وكلام بقى يعني ما يتقالش من ناس حتى كفرة يعني، لأنه لأ يعني أنت مش أنت اللي خلقت العالم، اللي خلق العالم هو اللي يحاسبه وهو اللي يتولاه، إن البابا ده كافر وإن البابا ده مش وأوصاف تانية بذيئة الحقيقة يعني. يعني ده معناها ان هم ما كانوش ما تفضلوش بانهم ما عملوش شر في الزياره دي. فالحمد لله انها تمت وجددت ثقتنا في دولتنا وفي قواتنا المسلحه وجيشنا العظيم اللي هو حته مننا. احنا دايما بقول الجيش ده حته مني يعني، من الجيش هو اللي بيحميني، الجيش هو ملاذي، والشرطه بتاعتنا اللي بتستعيد يعني بحقيقه كفاءتها بوتيره سريعه جدا جدا جدا، والشعب المصري بقى اللي بيظهر على حقيقته في المواقف دي، الشعب المصري الحضاري اللي طول عمره يعني بيحضن اي حد. انت شفت الكلمه بتاع البابا لما وهو ماشي قال كانوا بيخوفوني، ازاي اخاف اجي بلد السيد المسيح لجأ له عشان يحتمي بيه؟ المسيح يعني دي علشان يعيش بالظبط مسار العائله المقدسه. على فكره ده احنا ممكن يعني بعد الزياره دي لو الجماعة اللي عندنا كلهم ما استثمروش السياحة الدينية، وعلى فكرة ده مش انتهازية مني ولا من اللي بيقولوا كده، ده حاجة طبيعية من حبنا لبلدنا، ده بنحب بلدنا وعاوزين نستغل موارده. في ناس بتقول لك لا فيها دي ليها فعلا، هي زيارة ليها مردود حضاري وإنساني وسياسي واجتماعي وكل اللي انت عايزه عظيم، لكن في نفس الوقت ليه انا ما استثمرهاش؟ ما هو نفس البابا قال كده، قال ده انتوا كنتوا بتدوا لروما اكل يعني كانت مصر سالت غلال العالم. البابا نفسه جاي ليه؟ ما هو ده السؤال، هو بالزبط. جاي علشان يساعدك جاي علشان يسندك، وجاي قال انا عشان بحب البلد طبعاً. دي لان البلد دي هي مهد الحضاره. انت فاكر لما عبد المنعم الشحات طلع مره في وقال الحضاره الفرعونيه حضاره عفنه، والله ما عفنه اللي هم بيعتبروها اوثان ايوه، لانه مفيش دماغ. ده احنا اول دوله نادت بالتوحيد، ده احنا مهد الاديان زي ما قال البابا وزي ما بيقول العالم كله، احنا مهد الحضاره، احنا اللي علمنا، احنا سمونا في الاخر فجر الضمير. فجر الضمير يعني، والتوحيد عندنا قبل الاديان السماويه. لا والله كنت لسه قاعد عمال اقرا كتاب كده قريب عن الحضاره الفرعونيه، يمكن من حوالي اسبوع ولا 10 ايام، فكان بيتكلم على فكره ما تم ترويجه على انه الفراعنه كان عندهم تعدديه الهيه، والكتاب كان بيثبت لا، هو الفراعنه على طول موحدين، وبيجاوب بقى على الاسئله النمطيه اللي ممكن يسالها حد زيي فيقول طيب كل الالهه الفرعونيه دي ايه؟ الا ان هم دول الشكل المتصور لدى الفراعنه او فلسفه الفراعنه للملائكه، هو اله كده. واحد بالزبط. وكل ما يحيطه ما كانوش الهه ولا حاجه، دول الملائكه المعاونين بالزبط. وما الى ذلك، كانوا موحدين جدا بالزبط. كتاب مهم جدا ده، حتى يعني كانوا بيتكلموا عن دايما الظواهر اللي فيها قوه، فبيجي زي ما انت قلت كده مثلا البحر يبقى لا مش لانه بيهيج لا لقوا حاجه اقوى منه، مش عارف ايه، لغايه ما وصلوا للشمس الشمس دي بقى الفظيعه، قال لك بتيجي وقت بتغرب يبقى في حد اكبر منها. بالعقل، انت لما تشغل العقل توصل لاعظم نتائج، لكن لما تيجي تقول لي تفكر يعني قصدي تعتنق اللي انا بفكر فيه ولا اضحك، طب افرض قلت لك لا افكر يعني مقتنعه، هل انت من الهيافه انك تصدق مثلا؟ لا يعني احنا الحمد لله يا رب الحمد لله، انا حاسة ان مصر بدأت تسترجع تاني مكانها ومكانتها. وعلى فكرة كل الكلام اللي اتكتب عن الرئيس السيسي ديكتاتور ومستبد ومتوحش ويعني كل اللي انت عايزه من صفات او من عيوب لديكتاتوريين، كل ده اتخرسوا دلوقتي، لانه البابا اللي هو اعلى رمز في المسيحيه جاي بيسلم عليه ووشه كان مبتسم. معقوله يبقى كده مع واحد سفاح مثلا ولا ديكتاتور ولا حاجه كده يعني؟ ففي انا بقول في صوت وصوره بقى، ما احناش كلام، والصوت وصوره الزياره تمت تحت سمع وبصر العالم اجمع كله، ما فيش حاجه مستخبيه، راح المعادي راح الماسة راح انا على فكره كنت معزومه بس ما قدرتش اروح، خفت لانه من كتر الزحمه وانا
زي ما قلت لك فوت التلاتين 25,000 واحد موجودين بالضبط كده قدام 25 سنة مش ممكن. خليني هروح للفاصل وعايز ارجع على مسألة ما يكتب عن مصر في الخارج وتحديدا في الصحافة الفرنسية. بما ان احنا كنا بنتكلم على مسألة الفرنساوي وشغل حياتك الطويل في فرنسا وما الى ذلك ومتابعتك حتى هذه اللحظة لما يدور او ما يكتب في صفحات الصحافة الفرنسية. عايز اروح للحكاية دي لكن استأذن نروح لفاصل نسمع فيروز ونرجع نكمل الكلام. بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب احنا لسه مع حضراتكم في برنامجنا بصراحة وضيفتنا العزيزة معنا الأستاذة فريدة الشباشي وكنت بقول الصحافة الخارجية الصحافة العالمية يمكن نركز حتة كده على فرنسا. نعم. ايه اللي بيتكتب دلوقتي عن مصر عن نظام الحكم او حتى اذا كانوا كتبوا حاجة بعد زيارة البابا فرانسيس للقاهرة؟ طبعا الكل اعترف بان الزيارة تمت في اجواء رائعة وانه خد بالك انه انا سمعت من الدكتور عماد جاد كان مع عزة مصطفى وقال لها ان في 150 دولة في العالم اذاعت القداس بتاع الاستاد صح وقته يعني انت عارف انت ممكن تقول اللي انت عايزه لكن لما تيجي للواقع بقى يعني هل ممكن حد يقول مثلا ان ما كانش فيه ترحيب؟ هل ممكن حد يقول ان ما كانش فيه في الاستاد 25,000 بني ادم؟ هل ممكن حد يقول ان البابا ما راحش وشاف شيخ الازهر وحضر الاجتماع؟ يعني في حاجات كتير صعب ان هم يخبوها لكن في اعتراف بقى دلوقتي بدا يبقى في اعتراف مضطرين عليه اعدائنا اللي هم الاقلام اللي كانت طول الوقت انه ده جاي بانقلاب. يا اخي معقوله من 35 ل 40 مليون مصري انقلاب؟ امال الثوره تبقى ايه يعني؟ انا بس نفسي افهم يعني ده في اوكرانيا طلعوا مثلا ما يكملش مليون قال لك الثوره والمش عارف الايه وفي كل حته كده يعني. فاحنا يعني دي لسه هيتكتب عنها كتير قوي ثوره يونيو دي بكره تشوف وتترحم عليا بعد سنين كتير يعني. فاللي عايز اقوله انه دي الزياره دي وضعت النقاط على الحروف حتى بالنسبه للصحافه الاجنبيه لان انت الوقت ما تقدرش تيجي للقارئ بتاعك وتقول له الراجل ده شال الحكم الشرعي الجميل وجه هو والناس بتكرهه والناس في الشارع ماشيه مش امنه على حياتها يعني بيجيبوا كلام انت عارف بيستدعوا المفردات بتاعه اللي لازم كانت تبقى على الحكم اللي قبل كده يعني. المهم انه انا بقول انه طبعا في كلام حلو جدا وفي كمان كلام عن تركيز البابا على الحضارة المصرية والشعب ده ابن الحضارة دي ازاي استقبله. خد بالك انت قاعد دلوقتي بقالك 4 عقود بتتكلم عن ان المسيحيين دول كفرة ده لسه حد بعت لي حاجة من واحد من من الوعاظ ولا يعني امام بتاع المسجد الحرام اللهم دمر المسيحيين واليهود والشيوعيين ما لسه في الكلام الفارغ بتاع اللهم عليك باليهود والنصارى ايه اللهم دمر؟ طب ما تشتغل انت يا اخويا ما هو لو دمرهم مش هيبقى عندك حاجه مش هيبقى عندك حتى عربيه يعني ليه مشغول بدمار الاخرين بدل ما تنمي نفسك بالظبط كده. هو ده هي دي بقى اللي لازم نمسك عليها. هو ده اللي قاله البابا لما قال لهم حتى يعني ربنا مش في حاجه الى حد يحميه ربنا هو اللي بيحمينا كلنا. فشوف المفاهيم المغلوطه اللي حصلت يعني انا بلاقي ان الزياره دي اهميتها كمان انها اكدت ان الشعب المصري بقى في العمق هو مع قبول الاختلاف وده عايش بقاله ده ربنا رب العزه والجلال في 7 مليار اللي في العالم النهارده مفيش بصمه زي الثانيه بصمه. شوف الحته دي قد ايه تصور يبقى دي فيها الخلاف على 7 مليار انت مش عايزني اختلف معاك في الافكار وفي الرؤى وفي وبعدين العقيده ربنا قال لكم دينكم ولي دين انت مالك انت بقى اذا كان هو اللي خلقنا قال كده واذا كان اللي خلقنا قال لا اكرها في الدين تمام واذا كان اللي خلقنا مش بس الدين ده قال لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مضطرين نقول لهم الكلام ده عشان ما يفتكروش ان هم جايين واخدين توكيل من ربنا ان احنا ده كافر وده مؤمن وده كذا وده كذا. الزياره دي يعني ابرزت الوجه الحضاري لمصر وابرزت ان مصر بلد امن. انت عارف كم حد
قال للبابا نصحه بين قوسين النصايح المسمومة، اوعى تروح مصر، شوف حصل ايه في الكنائس، وخد بالك مش بعيد تكون حكاية الكنائس دي مدبرة علشان إلغاء الزيارة. وقتها هو طلع أصله بيان إن هو الزيارة زي ما هي بالظبط كده، فده جننهم زيادة. إنه معلش بقى، هو ده الراجل اللي مؤمن بقضاء الله وقدره، لأنه عارف إنه هيجي لو عمره انتهى هيبقى خلاص كده. لكن الحمد لله إن الزيارة تمت، والمصريين كلهم رفعوا رأس مصر في العالم كله، وكان رئيسنا لغاية الطيارة معاه، لغاية باب الطيارة. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ ما اختفاش، ما جريش، وزي ما انت قلت لما قالوا له سيارة مصفحة قال لهم لا، همشي بسيارة مش ما كانش فعلا نفذ رأيه، لأنه هو كان بسيارة عادية. ده المكان اللي حافظ على العائلة المقدسة والسيد المسيح، فأنا مش هخاف وانا هنا. مش كده، هو ده بقى اللي احنا لازم نبقى فخورين بيه، لأن احنا في البلد دي اللي رب العزة والجلال كلم سيدنا موسى على جبل الطور في سيناء، يعني في مصر. يعني ما هو اختيار مصر ده له مغزى يا جماعة، مش معقول يعني ده اختيار يكون عشوائي، ده ربنا هو اللي اختارها عشان يتكلم. وفي نفس الوقت مصر هي الملاذ بتاع السيد المسيح لما هيرود بقى يذبح كل الأطفال، وكان المفروض هو يتذبح لأن قال له هيجي حد مش عارف يبقى مملكة أورشليم ولا عارفة إيه، يعني مهم هيبقى حاجة كبيرة يعني. فجي مصر والعائلة المقدسة عاشت هنا، ومصر هي اللي القرآن الكريم قال يعني قال فيها إنه ادخلوا مصر آمنين ست مرات. يعني كام مرة، شوف يعني مصر دي المفروض إن احنا نبقى حريصين على صورتها دي المتفردة، صورتها اللي ما فيش حد في العالم كله بيضاهيها، ولا دولة كده، ولا دولة فيها الحضارة دي، ولا دولة فيها الفلسفة دي، ولا دولة فيها الشعب ده اللي جات عليه غزوات واعتداءات واحتلالات وفضل هو واحد. خد بالك انجلترا من اول ما جت الاحتلال قالت فرق تسد، وبعدين احتارت بصمت كده بالفشل وقالت الشعب ده يعني شعب عجيب، هو اللي عجيب مش هم يعني. ما تعرفش مين المسلم فيه ومين القبطي الا لما ده يخش الكنيسة يصلي وده يخش المسجد يصلي، في اكتر من كده يعني؟ يعني هم وصلوا لده، بس بالرغم من كده ما بيرموش اسلحتهم. انت شوف كيسنجر النهارده عامل تصريحات انت عارفها، بيقول لك انه لا، لازم ندمر العالم كله، وندمر الشرق الاوسط الوطن العربي باسرائيل حبيبتهم، وندمر روسيا والصين، وعشان نبقى امريكا هي اللي تستفرد بالعالم كله. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه يا باشا ليه؟ ايه كل العنف؟ ليه كل العنف والحقارة دي؟ طب ما تبقى انت تسيطر على العالم كله بالكلام، بالتقدم، بالعلم، بالاكتشافات، بحاجات تخفف عناء الإنسانية، تشفي الأمراض. ليه بالقمع؟ ليه؟ لأنه هو زي ما قال عليه أستاذ بهاء يعني، الله يرحمه الله يرحمه. طيب أنا عايز قبل ما أروح للفاصل أفكر في جملة حضرتك قلتيها، قلتي أنه المصريين طول عمرهم حضارة بتتقبل التنوع وبتتقبل كل الآراء. طيب، وانه عندنا دايما استياء من مساله ايه، الائمه ولا الوعاظ ولا الخطباء اللي بيطلعوا، اللهم عليك بالنصارى واليهود، او انه ما انا برضو في نفس الوقت بلاقي انه الدوله في بعض مؤسساتها عندها خطاب زي كده. يعني الاقي مثلا الازهر الشريف يروحوا طلع لنا مره بانه احنا الازهر سوف يستمر في حربه ضد الالحاد. ف والالحاد خطر على الوطن من حيث الايه؟ يعني الملحد الحقيقه ما عملش عربيه مفخخه، والملحد ما قتلش حد في الجيش، والملحد ما حرقش كنايس، والملحد ما عملش مسيرات ضرب بيها الناس في البلكونات. بالظبط كده، الملحد الحقيقه حتى هذه اللحظه مسالم. طيب، لانه هو محتفظ بافكاره لنفسه بس كده. اذا ايه هي النغمة اللي ماشية بقالها كتير في مصر بمسألة رفض كل ما هو غير مسلم للأسف الشديد، يمكن من أيام السادات تحديدا، ونغمة يمكن من قبلها بسنة صغيرة فكرة رفض الأجانب ورفض الجاليات ومصر فقط للمصريين ومحدش هيجي يعيش معنا هنا وما إلى ذلك. ومؤخرا كمان بقى في عندي مؤسسة كبيرة زي مؤسسة الأزهر، بكل احترامنا وتقديرنا لتاريخها الطويل، لكن في الغالب هي بتدار بشكل غريب جدا. نعم، ايه اللي حصل؟
هروح للفاصل عشان واضح ان البتاع، لكن هروح للفاصل وعايز نتناقش في او تفهميني الحكايه دي بعد الفاصل. بصراحه مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. والله ما دافع عن اليسار قد الارستقراط برضه. طيب خلينا نكمل الكلام. كانت فضفاضات كده في الـ في الـ في الـ في الفاصل كنا بنتكلم فيه عشان اقول لكم برضو، يعني لان البرنامج اسمه بصراحه، احنا كنا بنتكلم على انه اكتر ناس بتضايقني على سبيل المثال كنت بحكي لده الاستاذه فريده، انه الناس اللي هم اهاليها موظفين عاديين جدا، وان هم اتعلموا في مدارس مجانيه واتعلموا في جامعات مجانيه، وبعدين في الاخر يطلعوا يهاجموا ثوره 52. اللي انا دايما بقول انا ضد حاجات كتير فيها، زي ما انا متفق مع حاجات كتير فيها، ضد حاجات كتير عملها جمال عبد الناصر الله يرحمه، ومع حاجات كتير عملها الزعيم جمال عبد الناصر الله يرحمه، عشان كده تلاقيه دايما يقول لك الزعيم لما ببقى فاكر له الحاجات الحلوه دايما. لكن ودول ناس بتبقى غريبه جدا، يعني انت استفدت جدا قدر الامكان وتطلع فجاه تعمل لي فيها ان انت من الاسره العلويه، شيء غريب. لكن هرجع لقبول الاخر في مصر. لا بس عايزه اقول نقطه هنا بقى، اقول الناس دي لا تخجل، ما عندهاش ذره من الخجل انها تعلن بوقاحه، وانا بقولها ومستعده اتحمل مسؤوليه كلامي، حنينها لفتره الاحتلال البريطاني. ده الملك ما كانش يقدر يروح التواليت من غير ما المندوب السامي ما يوافق. الملك لما غير الوزاره وراح ساعتها الانجليز اجبروا وجابوا النحاس وقتها رغما عن انف. طبعا ده يعني كانوا الجنود الاحتلال بيمشوا في الشارع اصحاب البلد، يعني ايه اللي انتوا فين الحنين لايه؟ كان قال له اسمه ايه ده احمد حسين، قال له رعاياك يا مولاي وحط كل المصريين في الشوارع حفاه. فهم يعني عشان سرقوا او اللي سرق منهم، يعني لانه مين اللي قال ان واحد ملك ولا محمد علي ولا اي حد في يمنح العالم ويقتطع. يقول انت خد يمنح ويمنع، مين ده؟ هو ده كان مجتمع صراحة حاجة يعني مثيرة للغثيان. الناس بتقراش التاريخ وبتعتمد على انه افلام الابيض واسود كانوا الناس بترقص فيها فالس وكانوا بياكلوا بشوكة سكينة. ما هو الابيض واسود برضو في الستينات كان بيوري قيمة العمل وقيمة القيم الدينية. انت عندك فيلم الزوجة التانية ده بتاع العظيم الراحل صلاح ابو سيف، او بداية ونهاية او البداية، او افلام يوسف شاهين، او يعني عندك حاجات من اجمل ما يمكن. شوف انت، شوف الافلام اللي رسخت قيمه الامانه والصدق والعمل. كل ده احنا كنا بندور على اغنيه فعلا مراد دور يا موتور مش لاقيينها. المشكله اللي كان يوسف شاهين فيلم سيده القطار، وازاي هو بيوري ان الشغل والمصانع وان ده اللي بيرفع راس مصر. ايه اللي وحش في ده يعني؟ قيمة العمل. ايه اللي وحش؟ طيب على ما يبدو قيمة العمل غايبة عن المجتمع المصري بقالها سنين طويلة، يعني في ظني انه قيمة العمل انهارت بعد 72 انهيار تدريجي للأسف الشديد، وده ملاحظة او مراقبة ملهاش علاقة باني من الناس التي لا تتفق سياسيا على الاطلاق مع الراحل محمد انور السادات. لكن هرجع على مسألة أيضا فكرة القبول واللي انهارت برضو بعد 72. نعم. وإن أنا على طول باصص على أنه إحنا مسلمين بس وأي حد تاني غيرنا كافر، وفلان ملحد فإحنا عايزين نموته بقى بالزبط. ونحكم عليه بحد الردة، وفلانة لابسة وفلانة مش لابسة، أو لابسة كذا ومش لابسة كذا، وده طويل وده قصير وده شعره طول وده شعره قصر وده لابس مش عارف إيه في رقبته، لا 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 ده طريقة لبسه مش عجباني. مجتمع اللي حصل له حالة رجعية مذهلة. ليه؟ لأنه كان ده مطلوب. أنت عارف في حد كتب كتاب اسمه اغتيال أمة، اسمه الدكتور محمد عباس، أنا معرفش دلوقتي هو فين ومعرفش أفكاره دلوقتي إيه. أنا بتكلم عن كتاب طلعه اغتيال أمة في الغلاف الثاني اللي ورا، يعني كاتب الكلام ده أو ما معناه إذا يعني كانت الذاكرة بتسعفني، كاتب لم أحب في حياتي زعيماً كما أحببت جمال عبد الناصر، لكن حجم أخطائه الكبيرة يعني كانت بقدر إيه إنجازاته الكبيرة أو حاجة بالمعنى ده، ولم أكره في حياتي رئيسا كما كرهت أنور السادات، لأن حجم الخراب الذي ألحقه بمصر أكبر من قدرتي هو كشخص وأكبر من قدرة الدولة المصرية. هقولك بقى إزاي. أما السادات يجي أول حاجة يعملها يقول إن أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة،
أنا درست كلية الحقوق، تخرجت سنة 66، وكان في أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. فإذا بأنور السادات الرئيس المؤمن اللي هو الوحيد اللي راح إسرائيل يعني وراح القدس المحتلة يكتب يقول لك الشريعة هي المصدر، حط ألف ولام، حط ألف ولام. فإيه حط بقى كل الـ وإحنا عارفين جاب مين من الخليج وجاب مين من البتاع يعني، والرئيس المؤمن والدولة والرئيس المسلمة المؤمن. أنا مالي أنت مؤمن ولا مش مؤمن، أنا مالي، أنا عايز الرئيس يوفر لي قوت يومي ويوفر لي سكن كريم ويوفر لي تعليم منافس ويوفر لي رعاية صحية محترمة. هو ده أنت، ده دورك كرئيس. إنما أنت مؤمن ولا مش مؤمن أنا داخلي إيه؟ ما هو زي ما كان مرسي بيقعد يعيط لنا في البلد، أنا مالي، أنا مالي، محدش يقدر يعرف اللي في قلبي إيه، ولا أنت تقدر تعرف اللي في قلبي، ولا أنا أقدر أعرف اللي في قلبك ولا في ضميرك. لأنه ربنا قال، هو اللي قال يعلم وحده خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبعدين أنت مالك أنت أنا ملحد ولا مؤمن ولا مسلم ولا درزي ولا مسيحي ولا يهودي، أنت مالك؟ إيه وجه الاستفادة؟ وجه الاستفادة ولا من معرفة ديانتك، أو إذا كنت تمارس عبادات ديانتك ولا لا. خد بالك، خد بالك أن أنت انتقلت من التفرقة بين مسلم ومسيحي في مصر إلى مسلم ومسلم. ما هو دلوقتي في مسلمين كفار زي ما انت قلت، لابسه ايه ولا مش لابسه ايه، وده بيوريك انه احنا نزلنا الى ثقافه النصف الاسفل من الانسان للاسف. النصف الاعلى بقى هو اللي فيه الابتكار، هو اللي فيه الابداع، هو فيه الحث على العمل. مش ربنا اللي قال قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ عمرك شفت شيخ متلبس بانه بيقول للناس اشتغلوا؟ ابدا. بيقول له خد بالك، المرأة، رجل المرأة، ايد المرأة، قفا المرأة، شعر المرأة، ايه ده، في ايه، ايه الهوس الجنسي ده اللي ادى الى انه في ناس خش الجنة فيها ستات كتير. بالظبط، حتى الجنة قلبوها جنس. دي حاجة يعني، انا يعني انا الجيل بتاعي افتكر في منتهى الحزن. بس ان شاء الله هنرجع تاني نسترجع مكاننا ومكانتنا. يعني احنا اللي كنا الاشعاع الثقافي والفني اللي اثر كل المنطقة العربية. ايه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إحنا نيجي نستخدم نستورد ثقافة متخلفة رجعية ظلمية إقصائية؟ لا. أنت لما تيجي، أنا عايزة بس دايما أطرح سؤال، هي إسرائيل لما جت في الحروب السابقة وكانت بتضربنا في سينا، كانت بتقول القبطي هنا والمسلم هنا، المؤمن هنا والكافر هنا، ولا كانت بتضربنا كمصريين؟ طب بس لما اجي ابص والاقي ان انا في عندي مؤسسه كبيره زي ما كنت بقول ليها كل تقدير واحترام على تاريخ مهم ليها جدا، سواء وهي مناره شيعيه بالاساس ثم مناره سنه في مرحله ما بعد حكم صلاح الدين الايوبي وجماعته ومماليكه وما الى ذلك، بصرف النظر هي كانت مناره دائما لهذا الدين، وفي نفس الوقت كانت عندها دور فيه استناره. وحتى وقت ما هوش بعيد كان فيها الشيخ كشك وكان فيها الشيخ المراغي وكان فيها الشيخ البقوري وما الى ذلك. ايه اللي يخليني بعد شويه او بعد بضع سنين زي الايام اللي انا عايشها دي على الاقل الاقي في مناهج جوه هذا الازهر وهي تحض على العنف والقتل والتعذيب والحرق وحاجات زي كده، وفي نفس الوقت الاقيهم مهتمين قوي بانه وسوف يظل الازهر مناره للحرب على الالحاد ولن يتوانى عن دوره الرئيس في محاربه الالحاد والملحدين. انا ما شفتش انكم يعني استفدنا ايه من مش استفدنا ايه، قدرتك انت دلوقتي هفترض واحنا قاعدين اهو، هفترض انا ملحده وانت جيت قلت لي انت ملحده، اقول لك لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان، انت ايه قدرتك في انك تعرف انا صادقه ولا كاذبه؟ يقولوا لي ايه قدرتهم وانا ابصم بالعشره، ما عندهمش اي قدره. انت تحارب الالحاد بانك انت تبقى نموذج المؤمن، النموذج المؤمن اللي ماشي في خط مستقيم واللي بيدعو إلى الفضيلة وإلى الاستقامة وإلى الصدق وإلى العمل وإلى كل القيم الجميلة اللي الإسلام بينادي بها وكل الأديان على فكرة. وبعدين أنت من الإسلام، أنا شخصيا يعني ومعلش يمكن أطلع من هنا يقتلوني، بس أنا لا أعترف إلا بالقرآن الكريم بس. إنما فلان قال يا عمي ده في ناس كتبت أحاديث عن الرسول بعد 200 سنة، يعني هل معقول؟ يعني احنا لو خرجنا من هنا دلوقتي ومسكنا اخونا محمود، ها محمود
محمود. وحد وهنا قال له قول له قول لي ايه اللي دار بين فريده الشوباشي وبين يوسف الحسيني بالملي والا اقتلك. اقتلك تقدر تقول كل الكلام اللي قلناه بالملي؟ بس هيبقى عن محمود عن يوسف عن فريده عن وعايزني عن... اقدس ده؟ لا انا شخصيا مخي صعيد رفض للعنعنه. انا رافض العنعنه لانه مهما كان جل من لا يخطئ وجل من لا يسهو. الباقيين لا بشر، فانا البشر دول معلش انا ممكن اراجع كلامهم، ومش ممكن اراجع كلامهم عشان اشوف ايه اللي اتقال وايه اللي ما اتقالش. انا عندي القران الكريم، انا عندي القران الكريم وعندي بقى السنه المؤكده اللي هي وقت الصحابه مش بعد كده. وبعدين الرسول قال ما تكتبوش عني حاجه، ما تدونوش كلامي، مش قال كده ولا ما قالش؟ طيب انتوا ايه بقى عايزين ايه بالظبط؟ يعني كل اللي بيعملوه ان بيبقى فيه تفرقه وفي يعني بيثقلوا كاهل الناس بامور مش دي قضيتنا دلوقتي. قضيتنا ان احنا نشتغل، قضيتنا نلحق بركب الحضاره والانسانيه، قضيتنا ان احنا نشوف علاج للامراض، نشوف احنا النهارده بقينا اكتر من 90 مليون بني ادم بنفس الموارد اللي كانت لما كنا 2 مليون و3 مليون و10 مليون و27 مليون. وايا في اخر ايام عبد الناصر لما قال له عبد الحليم اطلب تلاقي 30 مليون فداء. طبعا انا مختلفه معاك في حكايه الاخطاء انت عارف، عشان اسجلها بس قبل أيوة. ما امشي. لا ده انا متاكد. لا مفيش حاجه، كل حاجه هو الخطا الوحيد بتاعه النائب بتاعه بعد كده. يلا معلش. فالمهم اللي انا عايز اقوله وزير الدفاع وقتها ايه؟ وزير الدفاع بتاعه برضه. بس الوزير الدفاع ما كان في الضباط الاحرار نعمل ايه؟ يلا المهم معلش. بس هو ايه يعني انا دايما في وفي واحد قريبهم جاب الجنيه الارض اهو. لا ده مش ده قريب نعم. ابن اخوه لا وشتم في عبد الناصر يعني ما بيوفروش جهد يعني الحقيقه يعني. لا ناس لذيذ. بينما يعني النهارده انت لغايه النهارده عندك لما حد بيتكلم عن الزعيم المثال والقدوه والخالي من اي عيوب يعني بتسيء لحد هو بيبقى عبد الناصر. تمام ولا لا؟ حاضر. بتضحكش بخبص. حاضر. لا اللي انا عايز اقوله ان احنا عشنا يعني احنا مثلا طب انا هضرب مثال اطلب سؤال. انا في الستينات كنت شابه وكنت بخرج مع زميلاتي الشابات، كنا في شركه بنطلع رحلات، بنطلع شبان صبيان يعني رجال وشبان بنات. عمري في حياتي اقسم بالله العظيم وكتاب الله عمري ما سمعت كلمه تحرش وانا في العشرينات، ما سمعتهاش. وكنا بنلبس ميني جيب وكات، يعني ما كانش فيه تحرش لان ما كانش فيه شيخ بيقول لنا رجل المراه، ايد المراه، قفا المراه، المراه 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 بيعملوا يعني خلل في الدماغ. يا اخي كلمنا عن العمل، كلمنا عن انه زي ما طلع عبد الناصر وقال لنا من لا يملك قوت يومه لا يملك حريه قراره، فتعلمنا ان احنا نستقل. وانا يعني عندي يعني في نفحه تفاؤل جيالي، تعرف انا جمهور ترسو ماليش قوي في الثقافه يعني ولا في التنظير، بس ليا في الاحساس. انا حاسه ان احنا مقبلين على فتره هنامن فيها قوت يومنا وهنامن فيها يعني فرص عمل لشبابنا وهنامن فيها يعني كل ما تحتاجه مصر وكمان ما يفيض منها وتصدره. طب انا هروح لفاصل وهستاذن بعد الفاصل نرجع نكمل الكلام مع استاذه فريده الشوباشي، يمكن على مساله كنت انا حضرت اجتماع كان فيه كلمات واسئله الحقيقه موجهه للسيد الرئيس واجوبه. ده كنا في امريكا في واشنطن في وقت زيارته لواشنطن الاخيره. نعم. وقال فيها جمله الحقيقه انا بالنسبه لي كانت جمله رائعه جدا، ولو اقدر اقول انه ده من افضل ما سمعته منه من يوم ما اتعرفت عليه كوزير للدفاع في اكتوبر 2013 تحديدا. نعم. قال احنا ما يهمناش مين مسلم ولا مين مسيحي. نعم. ولا مين ما عندوش دين حتى. نعم. احنا يهمنا انتمائه وولائه الوطني وبيقدر يقدم الى البلد. هنا ده بالنسبه لي انا بشوفها دايما احلى جمله سمعتها من هذا الرجل. عايز بقى اشوف طريق تطبيق هذه الجمله اللي قالها المره دي بمنتهى الوضوح والجلاء، في حين انه بقاله 3.5 سنين بيتكلم يا جماعه احنا عايزين نشتغل، او يا جماعه الخطاب الديني لازم يتطور، لازم يتغير، لازم يحدث، لازم ينقح، ومفيش حد سامع.
ما هو ورث بلوى تقيلة، ورث خرابة. طيب، هل بعد هذه الجملة هلاقي تغيير حقيقي؟ الجملة دي اللي يجي بعدها بكام أسبوع زيارة الحبر الأعظم الأب فرانسيس بابا الفاتيكان، الجملة دي اللي أنا بحاول أزق بيها البلد لقدام، اللي بيحصل فيها أظن تغيير كمان في قانون الأزهر، وهيتم فصل الكليات العلمية عن الأزهر وتصبح جامعة مدنية تحت اسم جامعة الإمام محمد عبده زي ما قرينا. هروح لفصل وشوف الخطوات دي ممكن تؤدي إلى إيه، بس هي هتتم إمتى؟ وده سؤال أهم. بالصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب، لسه بنكمل الكلام مع الكاتبة الصحفية الكبيرة عزيزتي جدا حبيبتي جدا قوي خالص أستاذة فريدة الشباشي، ولسه احنا بنتكلم في برنامجنا بصراحة على نجوم اف ام والنجوم اف ام تي في على مسألة المجتمع المصري والتغييرات والتغيرات اللي بتحصل. انت فيه انت كنت بتقول على محاربة الإلحاد، على بالضبط كده فكرة التغيير. انا واحد من الناس مش شايف ان انا يبقى همي وشغلي الشاغل بالضبط انه الدولة او مؤسسة من مؤسساتها زي الازهر يتكلموا بهذه النغمة، ونبقى احنا كده عمالين قاعدين عمالين بنرجع بقى ايه لمرحلة احرقوا الساحرات على الخشبة واصل عصور وسطى مظلمة قاتلة. يعني انا عايزة بس اقول لك على حاجة كمان، ان اللي يقتل ده يعني انت دلوقتي قدام واحد كافر، لما تقتله يبقى انت عاجز عن اقناعه وعاجز عن الحجة، مش قادر تفتح حوار، ما عندكش القدرة. فطب يعني لو كل بقى الدنيا مشيت كده، يبقى بقى مثلا يعني لو ده يعني حاجة زي دي اتعملت في العالم الغربي يقولك اذبح المسلمين بقى، ده مش عايزين، فيبقى خطاب ماري لوبان حاجة حلوة. بالظبط كده، فانت بتدين التطرف في اي حتة وبتقبله عندك إلى أن يصل إلى درجة القتل وقت الاختلاف. لا، ده حتى عقوبات الإعدام اللي بتبقى على جرائم فظيعة وجرائم محققة، لأن ده بقولك الكفر والإيمان ده حاجة هنا وهنا، يعني ما حدش يقدر يشوفها يعني. لكن لما يبقى واحد مثلا سفاح ولا سرق بالإكراه قتل ناس ولا مش عارف فيه فبيعدم. دلوقتي حتى في الدول كتير بتطالب بمنع عقوبة الإعدام. أنت بتبقى فخور جدا والله والله والله. يعني أنا لما كنت في فرنسا كنت في ظرف مرض يعني، وكنت مضطر أقعد في السرير وبتفرج على التلفزيون لأن ما عنديش حاجة تانية. الراجل السوري اللي أكل كبد جندي سوري وهو بياكل الكبد الجندي ده، الله أكبر، وياكل وياكل يطفح يعني، وعمال يعمل كده والله ويكبر يعني كرسة. خلوا الشعار ده بقى يعني كريه الحقيقة ويخوف، لأنك لما تيجي ترمي واحد من على السطوح الله وتقول أكبر. الله أكبر، ولما تيجي تذبح واحد تحرق واحد داعش يذبحه ويكبره الله أكبر. تصدق إنه في جميع نشرات الأخبار وموجزات الأنباء في كل القنوات الفرنسوية ساعتها كانوا يبتدوا بالرجل السوري ده. شوف أنت بقى الدعاية اللي أنت عملتها لسماحة الإسلام وحضارة الإسلام. شفت بقى دول ناس، واحد فرنساوي هناك بقى قال لي مرة، قال لي السنة اللي فاتت، قال لي ايه ده انتوا دينكوا ده مرعب. قلت له ليه؟ قال لي كله قتل وقتل ودبح وجزر وبتاع مش عارف ايه. قلت له انا هسألك سؤال، انت عمرك كام سنة؟ قال لي 40. قلت له انت من 20 سنة شفت الكلام ده عند المسلمين؟ قال لي لا. قلت له دول بتوعكوا بقى، دول انتوا اللي مسلح لهم. اوعى تفتكر ابو بكر البغدادي هو اللي بيسلح داعش، اللي بيسلح داعش هو امريكا وكل اللي بيدور في فلكها، سواء من تمويل إلى أسلحة يعني. وأنا مؤمنة باللي قاله روجيجارو دي، إن أمريكا هي طليعة الانحطاط، وهي اللي دايماً بتدبر للعالم كل المآسي أساسها أمريكاني. طيب، في إطار الجملة اللي أنا كنت بقولها لحضرتك اللي قالها رئيس الجمهورية وإحنا في واشنطن، على ما يبدو أنه برضو ما فيش حد بيتحرك. لا، ما هو لازم هيتحركوا، ولازم. على فكرة أنا دايماً بقول أنه الرئيس ما عندوش أدوات. يعني مثلا ليه ما فيش وزير إعلام؟ عجايب في بلد زي بلدنا في مجالس هي اللي اتعملت مجلس لا ولا ما ولا أنا مش حاسة بحاجة. أنا عايزة أحس أنه قبل ما الرئيس يتكلم ويقول لنا مثلا أن احنا في ظروف صعبة، وأننا يا أخي رئيس الحكومة ما طلعش مرة يقول كده ويكلم الناس ويقول لنا إيه الأمل. يعني الرئيس أما قال ان احنا مرحله صعبه وهنطلع منها، بس لازم كل ادوات الدوله
وكل الوزراء وكل المسؤولين كل في مجاله يطلع يقول لنا هو شايف ايه رؤيته في الخروج من المأزق في كذا مثلا. يعني انا النهاردة لما الرئيس اتكلم عن اعادة تأهيل الصناعة المصرية احنا كنا بنصدر لدول كتير. يعني انا شفت في جنيف كانوا حاطين كده قماش لينو وكاتبين كوتون ايجيبسيان يعني القطن المصري. فين دلوقتي؟ احنا ما نش عارفة ايه اللي كسبناه. يعني بقينا يعني بقينا ناس كويسين قوي لابسين الجلابية الافغاني كأنه القرآن نزل بالافغانية ولابسين مش يعني وازدال وحاجات غريبة جدا. هو ده التقدم بتاعنا؟ هو ده اللي ربنا طلبه مننا؟ ده ربنا يعني حبى مصر بعقول فذة يعني الحقيقة وفي كل مجال اثبتته في محاولة لكتم هذا بدعوة انه ده طب اوكي ده مسلم وده ابته ده هتعمل ايه؟ ما انت لازم بقى يعني في مثلا انا بقول على حاجة كده يعني بتجول ساعات في خاطري اللي حدد طريقة عبور قناة السويس ضابط مصري مسيحي. لا لا لهد خط برليف باقي زكي باقي زكي حاجة كده يوسف باين ولا ايه المهم مش يوسف الحسين يعني لا خالص بس اللي عايزة اللي اقوله انه مثلا ده راجل عمل عظيم بمنتهى الوطنية مش هقول حاجة تانية ما بصش لأي حاجة لكن هو صاحب فكرة المية اللي هدت خط بارليف. لما أنا جا أقول ده مش ده أحسن من برهامي اللي بيقف يقولك وأنت إنك أنت لو في مجموعة اعتدت عليك في الطريق وهياخدوا مراتك سيبها وجري مش هو قال كده؟ كتبت له أنا مقال قلت له ونعم الشهامة. يعني الحقيقة يعني مش هو ده اللي بيقولك ما تقولش للقبطي كل سنة وانت طيب؟ ليه الكراهية دي؟ لا هو قال علانية قال دول كفرة. أيوة انت مالك انت تكفر ليه؟ إذا كان ربنا اللي خلقك يعني ومعلش ما هو بيخلق ساعات بلاوي وتعابين وحاجات كده يعني قالك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انت مالك؟ ما تسيبنا مننا له مظبوط ولا لا؟ يعني فاللي أنا عايز أقوله إنه إحنا كلمة الرئيس هي دي الأساس في إعادة اللحمة المصرية اللي هي في زيارة البابا الحقيقة ظهرت قوي وده معناها إن الجوهر سليم فعايزين نبني على الجوهر ده عايزين نكمل بقى عايزين نرجع كل السواعد المصرية بتاعت كل الشباب المصري تعيد بناء مصر تاني وتسترجع مكانها ومكانتها بدليل إنه هو قالك إنه هو مثلا صناعة الغزل والنسيج هيهتم بيها تاني لأنها بتشغل مليون عامل دي صناعة الغزل والنسيج. قال كمان هيعملوا جامعة تكنولوجية عشان تعلم الناس لأنه مش معقول إن إحنا يعني بالعقلية دي هنعمل نخطو أي خطوة لقدام في واقع دلوقتي بيحيط بينا لازم نتعلم ولازم نقف على أسباب التكنولوجيا الحقيقية اللي هي بقت أساس الصناعات دلوقتي في العالم. يا عم ده في دول بتعمل بالبرمجيات يعني بالمخ اللي هو عند المصريين في رأيي انهم عبقرة يعني ممكن يعملوا مليون حاجة زي دي بيحققوا مئات المليارات من الدخل. طيب لهم. ده اظن انه كمان بيخلينا نروح على مسألة التعليم في مصر. انا مقتنع جدا ان وزير التربية والتعليم الموجود دلوقتي ده راجل كويس قوي وعنده ضمير وبيفهم هو لحد دلوقتي اللي بيشتغل عليه تطوير طرق التعليم لكن انا لسه في عندي المنهج منهج كتاب الدين ممتلئ الحقيقة للأسف الشديد بحاجات ما تصحش ولا تجوز كتاب القراءة كتاب التاريخ إلى آخره الكتب إما أنها شديدة السطحية أو أنها فيها كتير من الجهل والجهالة والحد دلوقتي برضو ما فيش فيها ولا حركة. اللي باظ في 45 ولا 47 سنة فاتوا هنحتاج سنين علشان يتصلح بس هيتصلح ازاي هو ده بقى السؤال. عايز اروح لفاصل ونكمل الكلام بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب خلونا نرجع نكمل الكلام تاني مع أستاذة فريدة الشباشي على مسألة. طيب اللي ضاع في حوالي 47 سنة 48 سنة مش هسميه ضاع من هويتنا على قد ما هو ضاع من نمطنا المعيشي ضاع من مستويات تفكيرنا ضاع من حساباتنا ان احنا مجتمع اكبر واعمق وازكى واهم بكتير من اللي احنا وصلنا له. بس عشان نرجعه تاني انا مش عارف
كويس هنرجعه عن طريق التعليم على سبيل المثال ونهتم بيه، بس برضو خطوة دائما غير متخذة. الوزير اللي موجود كويس بيغير طرق التدريس بس المنهج لحد دلوقتي تعبان. المنهج هو الأساس، هو كتاب الدين بتاع رابعة ابتدائي جايبين فيه صورة مرسومة، واحد بيدبح واحد علشان خاطر ده مش عارف في نظرهم كافر. صور. انا بدي ايه لطفل في سنة رابعة ابتدائي دبح وقتل وزفت؟ ما هو ده بقى، هي دي بقى الكارثة اللي دخلت لنا، واللي عشان تغير هويتنا، لان احنا ولاد حضارة عظيمة، حضارة يعني العالم كله بيتكلم عنها، فلازم نبقى وحوش، ولازم نبقى صحراويين، ولازم نبقى مخنا مقفول، فلازم يحطولنا المناهج دي. يا راجل ده أنا من كام سنة كده كتبت مقال عن كان منهج في الدراسة بتاعتنا في الابتدائي، عيال من العيلة كانوا بيقولوا لهم الفتح العثماني على الاحتلال التركي. يعني كمان يعني مش لازم نبقى بغبغانات وناخد كل حاجة زي ما هي، نتكلم عن مصر. ده مش معناها انت عارف أنا ناصرية وعروبية جدا، بس ده ما يخلينيش يعني أمسح هويتي عشان العروبة. لا، هي العروبة لازم تكسب مني، لازم أنا أدي للعروبة حاجة اللي هي مفتقداها كمان. يعني هي مجرد جزء من تكويني. بالزبط. مش كل تكويني. بالظبط، هي اللغة عندي، لكن أنا تكويني وجيناتي، لا أنا في بيئة تانية خالص، وتربية تانية خالص، وتاريخ تاني خالص. احنا أقدم دولة في التاريخ في العالم كله. بس أنا عايز أقول إن تغيير المناهج دي أولوية، وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة. يا سيدي شلي الحاجات اللي هي بتطلع ناس فيها وحش جواها. يعني أصل الإنسان فيه الخير والشر، فيه الخير والشر. لما أنا نمي فيه الخير أنا هستفيد، لما نمي فيه الشر أنا هضيع. فلما أنمي فيه المشاعر الكراهية وإن يستسهل القتل، طب وبعدين؟ ده ربنا بيقول لك اللي قتل نفس من غير حق ومن غير ما يكون تستحق يعني كده، فكأنما قتل الناس جميعا. يعني اشمعنى في آيات في القرآن وفي حاجات في الدين بيقفلوا عليها ليه؟ ما يطلعوها لنا، ما يطلعونا الحاجات اللي هي فعلا مشرقة وفعلا مواكبة للعصر. يعني ما تجيش تقول لي ان في معركة معينة حصل حاجة وكان فيها دواعي ان لازم تقابل المعتدين بعنف وتعمم لي ده على كل حياتي. لا، يعني ده ظرف، قوله بأمانة، قولي الظرف ده كان ايه. بس خد في المجمل بقى، انت كل شوية لما بتلاقي حاجة في القرآن بتقول مش عارف يقولك كذا كذا، فإن الله غفور رحيم، مظبوط ولا لا؟ طب يعني معناها ايه الغفران والرحمة؟ انت بتبتدي القرآن بالآية دي، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوقت ربنا اللي بيقدمهولي الرجال بتوع الدين دلوقتي، الدين بقولها كده يعني، ما إنه هو هيحرقني وهيدبحني وهيوديني وهيعذبني ليه؟ طيب ليه بتخليني محبش ربنا؟ ممكن أخاف منه بس محبوش، خليني أحبه. قولي إنه هو رحمن وإنه هو رحيم وإنه هو هيرزقني وإنه هو هيساعدني في العمل وإنه هو يحبني أبقى مستقيمة وإنه هو يحبني أبقى دغري. ليه الجانب الشرير ده جانب شرير فيهم على فكرة؟ ليه؟ يعني المفروض ربنا ده يعني زي الأب بس بشكل أعمق وأكبر وأشمل مليون مرة. يعني حنان الأب ده المفروض ما يجيش ولا حاجة في حنان ربنا علينا. طب ديني الجانب ده، ليه بتديني الجانب المفزع المظلم ده؟ يعني ليه تصمت الدولة عن دول؟ يعني ليه لسه في حياتنا حزب ديني؟ أنا ليه لسه في حياتنا ياسر برهامي ومن هم على شاكلته؟ ليه موجودين حوالينا؟ ما هو ده بقى محتاج الحقيقة جرأة، وكمان مش بس جرأة، يعني إخلاص للوطن، لأن دول بقائهم بيهدد الوطن وبيهدد الوحدة المصرية. أنا زي ما بقولك، لما قلتلك الإنجليز لما جم احتلونا أول حاجة فكروا فيها عشان السيطرة فرق تسد. أنت النهاردة لما تيجي المثل العامي بتاعنا ده اللي هو بيعتبروه قصة شعبية بتاع الراجل اللي جه قبل ما يموت جاب حزمة كده، وبعدين لما حطب
ولما جم حد قال لهم اكسروها ما عرفوش، لكن لما كانت داهم كل واحد حطبه كان بيكسرها بسرعه. قال لهم لو انتم متجمعين محدش هيقدر عليكم. وانا مثلا بقول ده حصل لنا وشفناه، يعني احنا في 67 لو ما كناش نزلنا في 67 وهزمنا الهزيمه ما كناش عملنا حرب استنزاف جننت اسرائيل، ما كناش عبرنا، مظبوط ولا لا؟ صحيح. طيب غير كده بقى، لو ما كناش نزلنا وقفنا ضد تفتيت وطننا وضد المخطط الشرير بتاع الشرق الاوسط الكبير بتاع الامريكان اللي عايزين بدل ما يبقى الوطن العربي مثلا 25 او 26 دوله ما فيش مانع يبقى 2500 دويلات عرقيه وطائفيه زي ما قال كيسنجر، ده كمان ده بيدل على ان الجوهر سليم، وبيدل على اننا بنقف في الوقت المناسب، وانه هنا بقى لازم استثمار هذه الوقفات التاريخيه العظيمه والرائعه علشان نبتدي نبقى تاني مصريين. خد بالك ان احنا حتى في المستوى الاقتصادي احنا في حاجات كانت قصده تدمير الهويه المصريه، يعني المصري دايما عنده كرامه. انا فاكره وانا يعني في الستينات لما كنت مثلا حد يساعدني في حاجه واجي اطلع 5 ساخ، كانت كتير على فكره وقتها، وديها يقول لي لا يا فندم لا الحمد لله مستوره، انا بعمل لك ده مساعده بس. يعني النهارده بتدي للراجل المنادي 5 جنيه بيقول لك ماشي، يعني كده يعني كتر خيره انه قبلهم، يعني واخد بالك ليه؟ لانك عملت فجوه رهيبه وعمقها ما ملوش قرار بين الغني والفقير. يعني في ناس عندها مليارات، احنا زمان لما كنا نسمع ان واحد عنده 1,000,000 جنيه فيغمى علينا ده مليونير، لا النهارده المليونير فقير غلبان يا دوب يشتري شقه. يعني صحيح. يعني طيب انا هروح لفاصل، بس عايز ارجع بعد الفاصل على مساله برضو هي الفكره في اتخاذ الخطوه. يعني قرارات اقتصاديه كتير بتتخذ فيها صعوبه شديده، ممكن ابقى متفق مع بعضها ومختلف مع بعضها، ممكن ابقى متفق مع القرار لكن مش متفق مع طريقه تفعيله، لكن بنقول في النهايه ايه؟ هناك ضرورة شديدة. القرارات الاقتصادية دي بتيجي على الناس الغلابة اللي هم أغلبنا. نعم. جامد قوي. نعم. طيب أنا باجي عند القرارات المتعلقة بالتنقية الفكرية وما باخدهاش، زي الأحزاب الدينية، زي الناس اللي هي أئمة الدم والإرهاب ومش عارف اللي طول النهار قاعدين عاملين بيكفروا ومطلعين عينينا، دول ما بناخدش ناحيتهم اي قرار على الاطلاق، بل بالعكس ساعات بناخد قرارات عكسيه، زي ان احنا نطلع ياسر برهامي نديله رخصه يقف على المنابر من وزاره الاوقاف، قعد واخد رخصته اظن لمده سنه ولا حد بيقول فيها حاجه، ولما نقول لهم يا جماعه اسحبوا الرخصه حدش عبرنا برضه. القرارات دي ما بتتخذش ليه؟ هل هي اكثر خطوره من قرارات اقتصاديه بتمس يجي 93% من المصريين؟ لا، هي دي اللي بتسمح بالقرارات الاقتصاديه السيئه. حلو. نروح بقى على الفاصل ونناقش الحته دي. بصراحه مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب خلونا نكمل الكلام في برنامجنا بصراحه مع الكاتبه الصحفيه الكبيره الاستاذه فريده الشباشي، ولسه برضو احنا في اطار الكلام على اللي بيحصل من تغييرات للاسف الشديد سلبيه حصلت جوه المجتمع المصري. كنت بقول انه ليه ما فيش اجراءات بتتخذ ضد احزاب دينيه ايا كان الحزب ده على مرجعيه اي دين مهما كان فكره طبعا. حزب ديني طبعا. ليه ما فيش اجراءات بتتخذ ضد ائمه ودعاه الدم والعنف والارهاب والتطرف والكراهيه؟ ما تهنيش ده كافر، ما تعملش ده كافر، اقتلوهم احرقوهم. ليه ما فيش هذه الاجراءات في حين انها شديده الاهميه؟ يعني هي مش شديده الاهميه، ده هي بها يعني ان نكون او لا نكون. انا عايز اضرب لك مثل بسيط يمكن المستمعين هيندهشوا له قوي. مارين لوبان كتبت مره تويتر، عملت على تويتر يعني حطت فيلم قصير، فيديو قصير عن ممارسات داعش اللي هي يعني الشيطان يتعلم منها يعني فالبرلمان الاوروبي كان عايز ينزع عنها الحصانه لان هي نائبه يعني بتاع، ويحاسبها لان باذاعه هذا الفيديو بتشيع الكراهيه للمسلمين. ده فرنسا كراهيه ضد المسلمين، ضد المسلمين الحاجة. بتحاسب واحده عضو في البرلمان واهي بقت مرشحه الرئاسه
عايزه تحاسبها انه انت كده بتدي بتعممي بشاعه داعش على كل المسلمين، فهتخلقي كراهيه. فاحنا هنا الراجل ده بيقف كده بمنتهى الحريه هو وغيره، ما بقول لك اللي قال واللي قال اسمه ايه ده نجيب محفوظ بيدعو الى الانحلال، وانا عارفه ده هو البرلمان بقى ده كمان قالوا كده، يعني حاجه لو كان عايش كان حاجه حاجه تحصر، وعايزين يرجعوا بينا للقرون الوسطى واكتر كمان. فاللي انا عايزه اقوله لك انه احنا لازم نفهم ان التهاون والجبن من هؤلاء، ممكن يبقى جبن كمان على فكره، ده مش في صالحنا. مهما كانت الخسائر في المواجهه فهي في النهايه المكسب اكبر بكتير قوي. وبعدين في استنكار على كل الصعيد المصري، في ناس استنكرت تصريحات برهامي مثلا او تصريحات اللي بيكفروا، يعني في ناس يعني بتكفر كده يعني من غير ما تعرف اي حاجه، انت كافر، هو قرر انك كافر. يعني انا بيجيني حاجات على كفري ملهاش اول ولا اخر، والله لدرجه ان نحست خلاص، ما بقتش اهتم، ما بقتش اشوف، يعني ما بقتش اقراهم. يعني بس اقول في نفسي، وحد مسمي نفسه مثلا نور العين، حاجه جبنه ما يقدروش يطلعوا بوشهم، يعني زي الذبح ده اللي بيبقى، وزي التفجيرات، عمرك ما بتبقى وجها لوجه، يعني لان هو لو وجها لوجه هو عارف انه خاسر، وعارف انه كذاب، وعارف انه مخرب، وعارف انه مأجور، وانه عميل، وانه خاين، عارف كل ده، هيواجهك ازاي؟ يعني دول اشرس واكتر ضررا من اسرائيل، وانا بقولها وانت عارف موقفي من اسرائيل، انا مرفوضه بسبب اسرائيل. صحيح. لكن عايزه اقول انه انا النهارده الاسرائيلي عدوي، شايفه قدامي، شايفه شكله ولبسه كل حاجه، انه هو اسرائيلي وانا مصري. لكن التاني ده ممكن يكون بياكل معايا، يعني دخلنا كنا في مطعم سوا، وانا طلعت وهو طلع فجرني بعد كده، ايه ده يعني مفيش مواجهه. فانت النهارده كدوله لازم تواجه، ولازم تستثمر اللحظه دي اللي فيها، يعني تجلت في كذا حاجه، تجلت في ثوره يونيو العظيمه، انه بقى في يعني التلاحم المصري والوحدة الوطنية والهلال مع الصليب اللي هو كان شعارنا قبل الإخوان وقبل الحاجات دي، وكل الحاجات الجميلة دي استثمرها، واطلب من الناس تقف معاك، اتكلم. أنا عايزة ناس تتكلم في الحكومة، مفيش حد بيتكلم غير الرئيس، مفيش، وده ما ينفعش، لازم يبقى فيه. أنا عشت في بلد يعني كل مسؤول كان بيطلع يتكلم عن مسؤوليته والميدان بتاعه، وبيتفاعل مع الناس، وفي حوار، وفي اخذ ورد، وفي انتقاد، ممكن انتقد وممكن اقول رأي بناء، وممكن يعني جايز قوي، لكن كده انه انا يعني عامل من بنها وساكت وسايب الناس تقول، وده يقول يكفر وده ما يكفرش، وده لا، ما ينفعش كده، ما ينفعش. طب ده اللي انا بقوله، ده ما ينفعش، ده لا يصح، ده لا يليق. يا رب اسمعونا. دخول كم افكار وهابيه وسلفيه ومتزمته ورجعيه، كان دخول الحقيقه عامل زي الفيضان كده، جه دخل غرق مصر وغرق اطراف كتير في العالم العربي. لانك فقرت الناس بالانفتاح اللي هو كان مش انفتاح، يعني كان حاجه تانية. أيوه. مش عايز اقولها. سداح مداح على راي الاستاذ بهاء الله يرحمه. بالظبط كده. فانت خليت الناس في حاجه الى هؤلاء، وبعدين بقوا يشتغلوهم بقى، لأن الدولة نامت، الدولة مشيت، السادات قال الدولة تمشي، مش قال له خلي بالك من اسكندرية يا رشاد. يعني ما احنا شفنا، يعني بالك من اسكندرية يا رشاد، مش كان عنده أحد أهم الشيوخ المرحلة السادتية سجد لله شكرا على هزيمة مصر، هزيمة 67. وأنا كتبت له هو عايش، قلت له ما دام سجدت لله شكرا على هزيمة مصر، يبقى انت بالضرورة سجدت لله شكرا على نصر اسرائيل، وهو عايش وما ردش عليا، يعني هو غالبا كان كده يعني. وبعدين بعد كده طلع قريب على فيديو حد بعته، يعني كان حطه على الفيسبوك، بيقولوا له ان الدين لله والوطن للجميع، قال له ما اعمل بيه ايه الوطن ده، كلام ده طالع يعني مش بينسب له، يعني حكاية انه سجد لله شكرا على الهزيمة دي اظن موجودة وموثقة. فعايز اقول ان الناس دي كان مطلوبة لان لعب الدور تخريبي. الوقتي
انت في مرحلة يعني ايه، انت شايف مثلا بناء بيقع وانت ممكن تطلع تجري تصد عشان ما يقعش، او هتفضل كده بتتفرج وعامل من بنا هيقع. مظبوط ولا لا؟ طيب. هو كده. ولا قدر الله ان وقع بقى، يبقى العمل ايه؟ ما هو طالما انا لسه ما خدتش خطوات، يبقى انا سايب السوس قاعد عمال بينخر، يبقى على علينا السلام. ما هو كده، هي هو يا مطلوبه كده. هي ليبيا النهارده في حاجه اسمها ليبيا؟ في طيب سوريا النهارده رغم كل الصمود العظيم ده اللي شتموني عليه لما قلته من ايام زمن الاخوان مع توني خليفه، قلت له امريكا عمرها ما تساعد ثوار، امريكا تساعد مرتزقه فقط، وانه النظام ده السوري اللي هو جيشنا الاول في سوريا لا انا معاه 100%، وان شاء الله هنجتاز. على فكره قوه سوريا النهارده وصمودها، وان شاء الله هيبتدي برضه في ليبيا، هو بسبب موقف الشعب المصري في 30 يونيو النهارده، اليمن واللي بيجرى فيها. ايه ده؟ ايه المرحله السوداء دي اللي احنا فيها؟ ايه ده؟ هو ده الربيع العربي يعني؟ والله مش عارفه، يمكن يعني لا، الربيع هو ان احنا نبقى فعلا بنبتدي نحفر لنا مكانه في الدنيا، الناس تعمل حسابنا. انت شفت الراجل بتاع كوريا الشماليه لما بيهددوا ترامب الصواريخ الباليستيه؟ بس قال له ايه؟ قال له ما تهددنيش، احنا مش عرب عشان تهددنا. صور، شوف وصلنا لفين يعني. لا، عايزين نرجع تاني نبقى قوه. حاجه بقت مؤسفه قوي. بقينا مضرب المثل احنا. طب وبعدين نعمل ايه في الموضوع ده بعد يعني؟ نعمل انه الدوله تقف معانا وتقف مع الاصوات العاقله المخلصه اللي بتحب بلدها الوطنيه، وتسيبنا بقى من القرف اللي شفناه طول اللي هو نزلنا لتحت. يعني احنا من ساعه ما بدات المرحله دي بقينا وصلنا ان احنا بنستورد 70% من طعامنا. ده كلام مصر والله، غير عوامل الانتاج يعني، مش ممكن يعني. حاجه بقت مؤسفه. انا مش عارف اقول لك ايه، انا سعيد جدا لما بتكون موجوده، وانا كمان ببقى فرحان جدا لما بتوافق انك تجي لنا، حاجه تفرح وتسعد كده وتبهج القلب. شكرا. اشكرك جدا كل الشكر للكاتبه الصحفيه الكبيره استاذه فريده الشباشي. لو سمحتوا، هي خلصت الحلقه لحد كده، لكن تقدروا تنتظرونا ان شاء الله الاسبوع الجاي، كان لنا عمر برنامجنا بصراحه من الساعه 3 للساعه 5 بتوقيت القاهره الساحره. سلامات. كنتم مع بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.